أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائي والمائي، وأن مصر تنظر لهما باعتبارهما رابطا وأمنا قوميا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية، وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن. كما شدد الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ضمن أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، شدد على ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول لا سيما الدين الخارجي. وأضاف الرئيس السيسي أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الإحصاءات الدولية تضع العالم أمام مسؤولياته، حيث تشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة تصل إلى 150 مليونا عن عام 2019، لافتا إلى أن إفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم.